مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، قناة الشعب، قناة صوت لمن لا صوت له، قناة المظلومين وفتح المستور وتبيين الحقيقة. معنا هذا السيد هذا اللي تعرض لاعتداء يوم أمس من طرف أحد الناس يعني الخدامين في واحد الصيدلية هنا بمنتجع سيدي بوزيد. وملي دخل أن هذا السيد هذا باش أنه ياخذ الدواء ديالو، بذلك كيتفاجأ بمول الصيدلية أنه ضربوا لعينه. كما كتشوفوا، شوفوا عينه كيفاش دايرة. أو نحاول هو يعطينا المعطيات باش أنا نعرف. تفضل. السلام عليكم. انا واحد الشخص دخلت لافارماسي سيدي بوزيد، لافارماسي لا سياندا، المالك ديالها هو محسن. دخلت خديت الدواء من عنده، اتصلت بالدار قالوا لي شونجي داك الدواء راه ما صالحش لينا. قلت ليه شونجي ليا، قال لي لا، شد الدواء ديال الدواء ديالي انا ضربو تمايا في الكونطوار وخرج وضربني بكروشي للعين ديالي. عيني على العين ديالي هيا. دابا كنطلب من الدرك الملكي باش ياخذوا لي حقي في هذا الشخص اللي هو اعتدى عليا. تحقرت سمعتي، وبغيت ناخذ حقي من هذا السيد ونتابعه قضائيا، وغندلي بالشهاده الطبيه. مشيت الامس البارح مع شي 12 ونص ديال الليل مستشفى محمد الخامس، داروا معايا باش على اليوم لغدا باش ناخذ شهاده طبيه. وانا عندي الضرر في العين ديالي، ما كنشوفش فيها مزيان، وبغيت الدرك الملكي يدخلوا يعطوني حقي. عين السيد هذا حقر. حقرني حقره خايبه. واش هذا مولا فارماسي يساعد الناس اللي مرض ولا يضربهم ولا يكرفسهم؟ انا باغي الحق ديالي. كنا في الحديث ديالنا قلت لي انا هذا السيد هذا كيدعي ان عنده نفوذ. عنده نفوذ، عنده نفوذ، واعتدى عليا وضربني، وكان طالب من الدرك الملكي باش يدخلوا عنده في هذا الوقت هذه الفاكتوره، هذا الدواء باش خديته من عنده، يدخلوا عنده مع 12 وربع ولا وثلث باش يدور الكاميرا. نطالب هنا وضربني في المحل ديالو، خرج من الكونطوار وضربني بجوج كروشيات على العين ديالي. هيا ما بقاش كنشوف بها مزيان. يعني انت تعرضت للاعتداء؟ تعرضت للاعتداء، راه تكرفس. مشيتي اليوم للدار ديالك يعني؟ باقا دابا مصدوم، دابا الدار كلشي الدار من مالي. انا كنطالب بالحق ديالي، انا العين ديالي ما بقاش كنشوف بها. هادشي دابا الشعه ما كنشوفش، داير النظاره كاع بالليل. ديرو درتي الشكايه ديالك؟ درت الشكايه على الدرك الملكي، استمعوا ليا الله يجازيهم بخير. ومازال غادي نتابعوا متابعه قضائيه السيد باش ناخذ حقي. شنو اللي خلاك حيت تحقرت؟ انا تحقرت، حقرني. ما نبغيش شي واحد، شي ولاد الناس اخرين يدخلوا عنده ويحقرهم كما حقرني انا. يعني فيتي هو يعني عنده صوابق، هو عنده صوابق في هذا العنف. سمعتي هذا العنف اللي كيديروا، عنده صوابق وكيتحب راسو. دابا هو ما فهمتي، انا اعتدى عليا وانا باغي كنطالب بالحق ديالي. يعني كما هذا كان في الناس عند وقع لك التلويع. هادشي اللي كاين. انت شنو هما الحوايج دابا اللي كطالب من رجال الطرف؟ كطالب حتى الناس المسؤولين والناس يعني ديال الصحه يعني اللي كيوفروا لي باش. كنطالبوا بالمتابعه، يتصنتوا ليه، وتصنتوا لي انا، راه تصنتوا لي الدرك الملكي، والدرك الملكي راهم غاديين كيديروا الخدمه ديالهم. غدا ان شاء الله راه عطيتهم التصاور ديال الضربه ديال العين ديالي، لان ما كنشوفش منها، ما كنشوفش بها بتاتا. سمعتي، وكنطالب بالحق ديالي. والدرك الملكي راه مشيت عندهم وراه ساعدوني، قال لي راه غادي نعيطوا ليه، غنتصنتوا ليه، وانا راه عندي شاهد، عندي شاهد راه غادي غنمشي عنده. السيد راه كيعيش برا، كيعيش على برا، سمعتيني، راه هو شاهد وحضر الضرب كيفاش ضربني وحضر، راه حتى هو غادي نديه يتصنتوا ليه الجوندارم الدرك الملكي. وريش عارف كتقول، 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 وريش عار
طلب ديالي خصني ندير لي المتابعه، خصني تصنتوا لي حتى هو ونتقدموا للقضاء.